اخواننا انفصلوا المركز العام الجاب الدعوه في البلد دي اللي هو اساس الدعوه السلفيه، وان رغبت بنوف الدعوه السلفيه الممثله في البلد دي انصار السنه المركز العام. طبعا العلم رضيت ام لم ترضى، لكن بتمثل الدعوه في السودان من حيث الناحيه التاريخيه وما زال جماعه انصار السنه. اوقف هذه المحاضره ان تقام في المسجد. ده المجموعه من الشفته الذين تسلطوا على منبر الدعوه الله سبحانه وتعالى، وارادوا ان يجعلوا الدعوه عباره عن حزبيه، حزبيه فقط، يعني عباره عن حزبيه انت تتبع، وان يكون الداعيه تابعا لهم وان يقول ما يريدونه هم. لكن انا امين الجماعه هنا وقررت ان تمنع دعوه الله. انت امين الجماعه؟ جماعه اصابه يعني ولا شو؟ ومن انت؟ ولما يلاقوني ايه الشيخ؟ شيخ بتاع النفاق. الواحد بترجف، انت بترجف منه بترجف ليه؟ انا داير اعرف لما انت تشوفني بترجف يا الشيخ يا الله كويس. انت بتخاف مني ليه؟ انا وهذول معاك في الدعوه خايف مني ليه؟ يعني غلطان اي ابغى انصحني، لكن تقول لا ما دارين، ما دارين حقك ابوك الدعوه دي. الجماعه بتاعتنا من انصار السنه جماعه الاصلاح اللي هو بتاع الشيخ ابو زيد حفظه الله، هم اخواننا في النهايه مش اخواننا؟ اللي بيقول ما اخواننا هم على حيلهم، هم على حيلهم ده اخواننا، اخوان انصار السنه ده اخواننا كلهم. الباطل بيتلون كثير، وممكن الباطل يكون في صوره انصار السنه ذاته. انت انصار السنه غير، انت ملك نزل من السماء والله يدوك فيك مقلب انصار السنه لما تتحرر ذاتك، والله سهل يدوك فيك مقلب لما تمشي جهنم وتندم ولا تحين مندم. وما لحيرك اذا في واحد هنا بدافع عن التصوف يقوم على حيره واحد يقول له اكلوا الكسره، اكسر رقبتك واكل الكسره وقول له انت كافر. انت قول له ايه عنده كسره لكن كافر. طيب ولا قوم ولا اقعد يا دجال الفتحاب، الواجهه السلفيه الوحيده في السودان تكرم شيخ الطريق السمانيه، ما قول فضيلتكم؟ ما قول فضيلتكم؟ يعني فتوى، انت مش قلت انت المفتي وقلت انا عالم؟ طيب يا عالم، يا عالم، ما هي الفتوى؟ انصار السنه يكرمون مرشد الطريق السمانيه، ما هي الفتوى يا دجال الفتحاب؟ ما هي الفتوى؟ ما هو حكم الله في هذه المساله؟ ولا بتكتم هنا حكم الله كما عودتنا دائما الكتمان لما الخطا يكون من العطاله بتاع المركز العام؟ اسكت، يصوم خشمه، يصوم خشمه. وقد قال الله تعالى في شأن من يكتم الحق كائنا من كان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وعن حيرك اذا في واحد هنا بدافع عن التصوف يقوم على حيره واحد يقول له اكلوا الكسره، اكسر رقبتك واكل الكسره وقول له انت كافر. انت قول له ايه عنده كسره لكن كافر. الناس ما بيخافوا الله؟ ما بيستحوا؟ حكم الله ايضا في استقبال وتكريم الطرق الصوفيه وغيره من اهل البدع. روى الامام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وهو الذي لقبه محدث العصر الألباني رحمه الله، لقب الشيخ ربيع بأنه حامل لواء الجرح والتعديل في العصر الحديث. قال الشيخ ربيع وإن رغمت أنوف الحلبيين والمبتدعة حيثما كانوا، قال الشيخ ربيع معلقا على هذا الحديث النبوي الشريف، هذا الحديث دليل على أن الذي يماشي أهل الأهواء والبدع هو منهم ومبتدع مثله، ده زيهم طوالي. وقال القرطبي عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الآية
نقل عن الأوزاعي ونقل عن ابن المبارك وعن الإمام أحمد وعن عمر بن عبد العزيز جميعا أن من ماشى على الأهواء والبدع يبين له حالهم. يقول لي يا أخي جماعة ديل أنت يمكن ما عارف ديل مبتدع اللي أنت فرحان بيه وماشي معهم ديل، فإن أبى قال فألحقه بهم. طيب نسأل الدكتور إسماعيل عثمان كده بالراحة كده نسأله، هل تعلم يا دكتور هل تعلم إنه الطريقة السمانية اللي بدع أم لا؟ ده سؤال. إذا قال والله يا أخي أنا ما بعلم إنه مبتدعة فتلك مصيبته. إذا لسه إسماعيل عثمان ما عارف إنه الصوفية اللي بدع والسمانية اللي بدع، بن باز كفر السمانية والله مش التجانية بس، عندي له فتوى أخرى في مجموع فتوى ومقالات بن باز كفر السمانية عديل. أها يا إسماعيل عثمان هل السمانية اللي بدع؟ طبعا ما ممكن يزوغ، ما بيقدر يعني ما بيقدر يقول يا أخ ديل أتباع طريقة السمانية، لأنه كرم هنا يا جماعة كرم الزول اللي بينشر الكفر ذاته، مش زول تحت بيأكل كسرة، لا ده اللي بيصنع الكسرة ذاته واللي بيجيب الشرك والإلحاد ذاته كرمه، يبقى زوغة ما في. بس جاوب على السؤال، هل الطريقة السمانية أهل بدع ولا سلفيين كمان تمرقوم لنا آخر الزمن؟ يا تو إسماعيل عثمان ده ما رئيس دجال الفتحاب، مش الرئيس بتاعه ولا ما الرئيس؟ الرئيس وبيصرف المرتب بتاعه، أنا بعرف الشغلة دي، وكنا بنمشي معاه لحد هناك واعترب بها ذاته، قال الجمعة الفاتت قال كان بيسوقنا كويس، بيسوقنا وربنا ودانا عشان أشوف بعيننا، داك محل الظرف والظروف صعبة الأيام دي. فتاوى محمد مصطفى تتصاعد تصاعدا حلزونيا حسب علاقته مع المستفتي. حمصطفى بيفتيك حسب علاقتك معه، إذا علاقتك معه كويسة ممكن يفتيك فتوى كويسة جدا، علاقتك ساءت معه تتقلب الفتوى ويفتي بخلاف ما أفتى به في الأول. نموذج لذا اللي هو الشباب ديل وديل أولادي تلاميذانا وقاعدين معايا بيقروا معايا في المجمعين، وأنا بدعوك من المنبر ده تلتحق برقم هؤلاء الشباب. انا والله من جاني العصبجي ده بدري يمكن قبل اكثر من 8 سنة وجيت لصت فوقي، انا عرفته داري اشتهر ما داري علفه ذاته، والله انا شكيت في نته. لا الوم على المتكلم لانه ربما كان احمق وربما كان سفيها وربما كان مجنونا، ولكن اقول هل كان هناك من المسلمين حاضرا احد؟ فان قالوا نعم قلت وحسرته. اللوم ليس على المتكلم، اللوم على السامع المتيقن، يميز الجيد من الخبيث والطيب من الرديء ويوقف المتكلم عند حده، وتوقيف كامل لكل من يهرج في دين الله أخذا عليه باليد من جميع الاتجاهات. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.